شغل البريوات الكفته كناخذوا نحتاج ان شاء الله ثلاثه البصلات كبار، ثلاثه البروات، ثلاثه الدروس الثومه، ناخذوا دمات البنه دجاج، شويه ديال الربيع، الملح، الابزار، الهريسه، وناخذوا نص كيلو ديال الكفته بكري ونص ربعة تقريبا، ولا غير حشنة ديال القرقع. ديال القرقع واخا. أييه وفرماج أحمر. كيلو لاروب تاع الورقة. وصلصة البيشاميل راه كل المستمعات كلهم راه كيعرفوا يصايبوها. كناخذوا البصلة كنشلضوها وتشحر مع البورو. وديك الثومه والضامه والربيع والملح والبزار وديك الكفته وكنخليوها جانبا حتى كتسقطر وكناخذوا داك القرقاع كنحمروه شويه بشويه الملح وهذا في الفرن وكنهرمشوه صافي وكنزيدوا على ديك البصله والكفته وداك الشيء اللي صايبها وكناخذوا جوج معالق ديال البيشاميل تما كنزيدوهم صافي وراه المستمعات كلشي راه عارفين كيفاش يطيبوا البريوات. هي سيجار ولا بريوات فعلا. اللي بغاو صافي وكيتقلاو راه كيجيو تبارك الله هائلين كيجيو زوينين بديك النكهه ديال القرقاع. القرقاع كنهرمشوه. يعني كيتصهد مع شويه ديال الملحه ومن بعد كنديروا في ديك الحشوه مهرمش. اييه. ولكن كيبقاو دوك الحبات هكا شويه صايني يعني ملي كتقرمشي هذيك ملي كتاكلي. واخا مع داك الفرماج الاحمر. كيجيو زوينين صافي وكيتقلاو. الله يعطيك الصحة.